سلام نيوش فرنون من الله إن شاء الله ننتدر نسال هنا دلمان مرحبا التالي جنوان سغطف مد نسجينا سمشان لجروان غديما طرن ومقرانة نمتر أغني وشتفا وتوسان ديضا أتوتنا نبرشن عزيزين مقرانين مزانين رجازن تيزنان مكراس إنجلاس سماني تليم هادي ويتليم أنا رحب يدوم مغلاون تقيميت مرحبا إلا كانت تمل ديك تقيميت إن شاء الله تيلي تشور ستطفي دي ولن زعيمن نبرشن لان تفغن سولاونين غدا تفنغلو لا ونوم مرحبا إلا إن شاء الله تيلي التازيرية ونسيفاو إذا نوم تتنتفوي تا ونسيفاو دوغاس نوم داني لكان سرام ديما دي تقيميت إلا كان تاويد دي منا وإمدونا تقيميت توسو ونشاش إلا كان غنسيول فوم جار نغفل الحصاد نغرب زن القرآن إلا أن إيضاً غلوش مار نسوقس وعزام إلا كان تهتا تطفي تنبارج عين المدن إلا أن تملس إن شاء الله تطفي التزعيم تعزام سن بلما غنتين المدن شهادة تعليم المتوسط البيام إلا كان تملس إن شاء الله تطفي تمقرن تعزام سن هاتين المدن لباك إن شاء الله يسبي غدا سلت داوينك تطفي أي تمقرن تنبارج تنسي ولا تشلتو فودال نغف الرياضة دي مجمع المدارس القرآنية تملغيغ تتزير بالخصوص رياضة الكاراتيدو من يدي اللي معانا غن العمدة المدربين ونوحريش دين ديوة تنغ عبدوها بحشحوش تقيمت فايت سنة تنزوات دال ملداد نغم نقرارن دي الولايات انتغرديت مانيا دي لإدنغ دي المباشر يوتنغ حمو وجانا باش هادي السيول معاني جيوس في الدور نغ في الدالتنا الهيئات العرفية دو سجمين سنة تمسن المجتمع والهيئات إلا دي القرون إلا نتفنت دي المجتمع النغ بالخصوص أحضاد وكتر النظام الاجتماعي يتوسن سيسي غرمان نغزر مزار أنشمر تقيمت نغ استفريت نينارن مع مدوتشن حسين حني سلمان دنواس أغنون ونظورنا اليوم الوطني للفنان إلا كانت نصدر أسان غداسن أسن فيتام نون ويور جوان أدي السيول في الامتيازات الإجراءات القانونية إلا الاستفادات إلا غتنتبي أنظور أنغ الفنان دواني لا يسد واني لا نغفس دان غتي السن أنظور أنغ الفنان أنغ تزيري إلا دولت نغ تزيرت وشاس منا والحقوق دي اللي ون إلا قتني السن باش يستفاد مغر أنظور نغ الفنان دون الله نسبة هاد يتشرب الخصوص الفن تشكيلي نغ الفن الصوتي نغ الفنون يتوسن سيستا مورت نغ نزهر دين توني تفريط نغ قيمة إدنا سيس منو متوت نغم برشن عزيز نرحب بقاع وسيلة نغدي تقيميت نمرحبا إلا كان انتهت ديما إن شاء الله السجوم السجنة تقيميت نغد ترنية تمدى ديما ولو ننغل نرزمني الملاحظات نوم الانتقادات نوم تقيميت نغد نوبا نغدي ما لا ترزمي أي لون شرائح للمجتمع باش نصوت في تزعيمة غلم الدين النغ من الآن سيس منو متوت نغم برشن عزيز نرحب سيوة نغ أسلمد عبد الوهاب حشحوش أيوة عبد الوهاب سلامني وجزان برشن واش أحفظ أيوة محمد على الاستضافة ديكن واس إن شاء الله هادي يكون دواء دازعيم خاصة أني كم تجي معتكم الصحة تنشر من الوعي الأمة النخ خاصة في مجال التعليم وفي مجال الرياضي ومجالات أخرى بارك الله فيكم رباش يحفظ أيوة عبد الوهاب نسناتش عامي تكشفي يعني ممكن مدني سناتش كشافة مسحتي جلتو نخصة نسول في ودان سلكاراتي وساني قد عن نسدر الساغنة ونالكشاف نغ اليوم الوطني للكشاف دي سنة مروين سانيور مايزوان 27 مايزوان أيوة كسو عبد الوهاب نتون ديما التزدان سلفولار الكشافات تشلتو لي تيسدا غدو شانسي وتفودال نغ فوحريش للكاراتي ممكن العلاقة نيوتنا عبد الوهاب مع كشافات كاراتي من شي الزار تكشافة نغت كاراتي الحقيقة تبدأ تكشافة انت تكشافة نوتولي بالظن حق سيس عام 76 الله يبارك 76 الحزب الواحد نوت في الكشافة أغلان كي تسند لا ماشي نتسن شي عائله كشفيه سي الوالد يا ديت موقع كشافات ومني لك في البيئه وخدي ديك شي غريبه في الكشافه اما بالنسبه للكاراتي وتفع عام 81 82 السبب ديت ما ايت ما قعدت تقريبا الغالبيه تخدم كاراتي كي تسن زعلوك يبزان الحكم يعني الحمد لله نوت كاراتي
الى يومنا هذا لك انا معسن انت شباس عام 82 الى 2024 لك انا في التدريب. الله يبارك ربي يشوفك ان شاء الله. ايوا عبد الوهاب قبل ما غنسول في الكاراتي دوم زرويز التاريخ صغلان بالخصوص نسن اغرمان يغزر بالضبط وسن الفنون القتاليه الكاراتي دو جيدو تايكواندو منه ودخل الفنون يد الفن ديوني معاري الى يوضن دغل وغلان دانية زير دي المدارس من القرآن الى الحمد لله توجهنا وادي الرياضية الى ترفق انتر ونغ عزم سن من القرآن. قبل ما غنسول فاول كاراتي نسول يعني لكان يوض الحمد لله غلوش مار نسقى سبع عزام 2023 2024 منه ويغربازن الى نسجل الحفلات نقضى نسقى ديوني مارا نهنا قاعين المدن العربي وفقتن الى عزم القرآن وين ديك تم قرانت عزم نيوش ندرس القران خاطر اغرباز القران لك انشتيتي القران القران تتسسن والجمله والمدارس نياس الدروز منا والدروس مرافقه ان الفقه التاريخ ديال الشراي لان اتسنن ان المدن غادي تسنن المد اعزامس ممكن نسيو الفون دورنا والمدارس الى نجيني مزوار بالخصوص تل يعني كاع ما غنزوا يعني الحمد لله هنا فاو المدارس حق تونيه توتنا ميدوني نسيب كريات التاريخ ميدولي غرسان غل غل تل اول ما دا فكر فكر ما ديت زالديس ما دا دابا تا غصار وهذا ما دا العزم الحمد لله يقول له وقت لك انا ديس اخر ماشي قر اواخر العصر ويمارون تفت كل الجهه كل حته فديت الحمد لله قال المركب ديك المدرسه مشيتني للحصاد نجلسوا في المدارس تقريبا اكثر من 25 مدرسه داني العاصمه تقريبا الحمد لله ماشي قر الريجيم قاعد يقن عزم ديك المناهج قاعد يقن اطفالنا اللي عزم شرق العاصمه نغ الغرب العاصمه نفس الدروس نفس مشقه الطريقه البيداغوجيه المناهج الدينيني الحمد لله ديك نعمت لك انا غديس نحافظ غفس مشينا دروس حق تطور نغلب الامكانيات الحمد لله متوفره تحديات دخل الوعي الشباب الحمد لله الشباب مش قريب توعى يغلب انا طلبه جامعيين ما شاء الله تقريبا كاع المدارس تاطمت من جامعيين ديك المستوى الحمد لله مش قال ان شاء الله غنزوا بعيد بكتاكات في مش قال الجهود كاع الاولياء خاصه الاولياء شي ديما مش قال تبدا مع الوالي انت مش باش كندعموا خاطر التعليم في العاصمه بسي خاطر نوغلان خاطر دي سبسي البواعد دي ترونسبور دي بعض من دخل عزام الاخرنا العشيه مش ولكن رغم ذلك الحمد لله المدارس ما شاء الله ربي يحفظ يعني الثاني المنبر انا مرحبا استقيمتنا مرحبا انا وسن مرتم قران تقع الفقيان دي سلماد دي عزام الا نكثر من طروان جنت ستاريس نسن جنت صراحه نسن وشيني إيمان سند الوقت نسن باش إلا تسولغن تصودن تكردن وش مقراني تروان نغدي غربازن من القران ديال تمرت نغن تزاير وانت تدخي مرا واني لا نبدل مع تروان سن حسان شمرني المسؤولية زادين المسؤولية نمري ون إي تروان سن غي ينعزام من سنقاعين المدن يقول لنا شيء يبها أمتش إلا الوالدين إلا تكوتر تروان سن باش هذا مجرم تطفي أقضى نسوق هسا رباش يحفظ أيوة عبد الوهاب سغد ندول غلو مزروين الكاراتي تاريخ الكاراتي دي وغلان دي تزاير نخسن سن دي تزاير يزار نغد وغلان يزار الحقيقة كاراتي تبدأ دار العاصمة في أواخر الخمسينات قبل الاستقلال تغلنا النشاط الرياضي أمس العاصمة لما حكنا أنا ذيك القاعات في زمانين مثل الجامعة الجزائرية ديني مثل أودان ديني تغل ذيك القاعات ديس الجزائريين الفرنسيين خدمن ديس نتوتنا توتنا سي مزوران مزوران ديس نغنشيل ديس دوك إبراهيم باب البنات ما نوم عاس وقتني بين روح الكاراتي وسوطنت الوغلان تبدا غلان شقر تغردي تعمق علي غرمان سيت السبعينات مش نقر مع مش نقر الاصلاح التعليم من هيئاتنا وفين رياضتو من رياضه الكاراتي انتهت تتناسب انا وخاطر هامي ديس اولا فن ديك الفن خاطي ديك دورار ثانيا دخل لباسني شفتو مشايخنا سير يقول لباسني دام لا مني توات مش نقر جبت مسمس وفينا الأهداف التربوية أخلاقية كذلك دفاع النفس طول الوقت النية لابد تكون مش قد الشباب نادي يكون يبد في منس خاصة في السبعينات إلى يومنا هذا لابد الشاب يكون يقوى يعتمد على نفسه سواء مني الحمد لله الكاراتي توطى أساس العاصمة زالو غلان سلو غلان يجوا ما شاء الله مش سيدنولي كان يشفق سي الثمانينات أواخر الثمانينات وانا ندرب ساحة الشهداء داك القاعدين ساحة الشهداء تو نتملى ديستوات كاع نخدم ديني الكاراتي
ممكن لان بعض الفرع بلاد مثلا اني شفيغ سنديني تغنتشارك على مستوى الولايات المستوى الوطني نود نتائج ما شاء الله. ومن بعد سيتوس المدارس القرآنية بقوة تغد خطر مدرسة نصنت في أواخر 98 مرت تعمم سيبدا المنهار يبدا المدارس ماشي نسا 25 مدرسة نفكر نشنين كجمعية أولياء لابد الرياضو تنعمم يطروانا مدى الحمد لله الإمكانيات المركبات نستغل وتكوني مركب ممكن مرتين نسمات نطلت مرات يتوستغل أيام مش قارو السنة دين لا فارغ يتوجه النوادي نبدأ الحمد لله بين النوادي مارو لك أنا كنت سبع نقط من النوادي شقار نشط نس الكاراتي عندي سبع الفروع عند مثلا جيدو لايكيدو ميسمس بعض الرياضات ممكن لنتفوت فين تجديدا نشني نهتم حق سيارات الكاراتي وجار خاطر ماشي نقرا كل المدربين يدوني سوغلاند في الكاراتي كذلك الاطارات في التحكيم سواء من يسهل انا باش كنسجل البرنامج الكاراتي داني العاصم رباش عبد الوهاب عبد الوهاب فون التاريخ فون مزريغ نستولد في الكاراتيدو سانسول فوزل ونرياض فون ودال في المدارس القرآنية ما جيت نيد الله يبارك تقريب سبع المركبات الذي سون النوادي الرياضية سانسول أزلس القيمة السي ومكروس نغي التلميذ نغي ون المادي اللي معه عزام يبهي لك أنا غط نسفر بسيس سروتين وسوسان وعزام أتناولي الفضاء بلادي مش هذه قوة تزمر تس هذه قوة استحتص ماشي قار الحكم ديما نغي المثل قار العقل السليم في الجسم السليم حق التعليم القرآني لطفلي ماشي قار ديما نتسلى باللي طفلي ممكن هذه عزم الرسميه اللي كمل القران بزنس التيم ديال لغه حتى بالعكس سبحان الله الرياض الكاراتي تنفس هذه الضغوطات من التلميذ حتى في منزل العكس مي يعني في رياض الكاراتي يتسقع الضغوط ماشي كمدربين نجي خدام النادي سميت سانزول مش نقرا الحصص التدريب حتى فكت راحت بعد نقرا الحصص حتى في مرض جديد ولهذا اطفلي حتى في النظام الكاراتي في مش نقرا في الدول الاسيويه خاصه اليابان اطفلي مدي اللون يادي بدا يجور صدام نسيت سيت في الكاراتي نشنين الظروف هنا مش قاعده الجزائر ظروف النهار سيرتو نشي توات العاصمه البعدين اتجهت لديت في بسي عزام هذه زكوزكوس عامين ديت ثلاث سنين راه انا مش قاعده ثانيه ثالثه ابتدائي ممكن ينخرط في النوادي انت الفوائد ماشي لنا اولا التربيه نمشي نعتمد على التربيه السلوك الاخلاق السلوك الطفلي مع مسنا نصالنا مش قاد تدريبات انتشاس ديسيبلين مش قاد النظام يقوى باش كيتدرب خاطر الكاراتي تدريب تبدينا 20 عام 30 عام تيدرب في الكاراتي باش كذا يحفظ مثلا يقول السلوك ولهذا الكاراتي تعلم السلوك كذلك الاخلاق ماشي نس كاراتي ديسبسينا للعنف جار متخاصمين هذه قدادي يسلم غير باش يقرا غادي يطلب السموح حتى يكتيتي تقوانا كلش راه فند الصن عادي الروح الرياضيه عاليه كاع نفس المتخصصين كذلك دلمد روح المنافسه خطراني اطفلي ممكن يتعشى تدارت لي كل شخص يقن روح المنافسه اني بشكل دي صوف المهارات سواء من الكاراتي تجي على اول التقنيات الفنيات مش قال مركز غادي تحفظ احفاظ التمرن كذلك غادي صفر الروح القتاليه لان الدفاعيه القتاليه امس لي كومبا سو من تفضى فليس ساعه تكشف بعض المهارات فونت تمتم يا زكوس عامين تفت الله يبارك مي تفت لا غسك المهارات يكتري شقات لا غرس وتيسين تنغ وتيسين يقن حد نشني كمدربين تكشفتي سو مني يغلب لنا مهارات شي في القاعه لا غير ثلاثة العناصر مهمة بالزمن في المستوى المتوسط الابتدائي ما شاء الله زكوس عامين عاد نشني من جو امتحان سليت مرتين ثلاثة في الدرجة هامي غير سكت المهارات وانكرمت يسفقتن في ماشي قال سبحان الله ديز الذكاء ديز التركيز ديز الصبر تبدي صبر ديك نحب نسمع اللي بعد المبورس تبدي بالسين مش تبدي يضيع يتغرر تنغلي شوس النفس الصوفي السوفي نصح لبعض تبدي الله يبارك تبدي الطابا مش قال يتباكر سبحان الله ديو الحقص انتوني تجانغ عاد مش قال الرياضيين خصنا ماشي نسبه تاع روح المنافسه وكل شيء روح المنافسه ممكن يغلب اللي يخدم سيريغتي تاع اللي جبد بصح روح المنافسه اني نشي نتشجعت الحيويه الى الماس الحيويه الحيويه الى الحيويه اني تخدم التحكيم تحكيم مش قرار رائع خاطر اللي نتحكم لها مني وخلاص تفد كل التقنيات صغر النقاط صغر الدرجات صغر الميسن سواء من تفد الرياضي تفل تفل روح مش قرار وتوفي مان سماس لنا نخدم امس نطابي وخاطر هذه التدريبات باينات تحكيم باين ومش قرار وتحس
الطون خاطر يغلب الرياضات مو كي يوقع زكشا البوكس زكشا ساعة ساعة سيفلي تطون سي قدشي لاش ممنوع توت تي مش قال خاطر تنضرر يعني هي تنضرر كذلك نتقنسن لي بروتيجن كاع نتقنسن هذه المد باش كي على الاقل هذه المد دفاع عن النفس تصح كاع المسوس دفاع عن النفس التفدين في النفس باش نس الكاراتيه ديس قوه داخليه تبدي كنحدا بزون وتستيش كاع عطيني دوني بات الرياض بصح لا خصك القوه الدافعيه جايه الجازس تني تفض في مي واجهه مي قد ديال الخطر هذه واجهه السيس سو منين نسلم هذا يطروان ماشي قرا ديسيبلي ماشي قرا اللي يكون متخلق متواضع مسمس ودي صوف المهارات صغيبه حتى يوقعك خط احمر لان دي صوف المهارات سيدافع في منزل الحقص انتوني تقريبا واش حفظ ديوا عبد الوهاب انت الرياضه الاخلاق رياضه التربيه تدس جميع الرياض الالتزام الرياض الانضباط رياضة الروح الرياضية رياضة الروح المنافسة ماشي تنيد باش إلا كان غنسيشين غني الكلتر ماشي تدافع عن في منزل ماشي لا تنكون جسمانيا خاطر ولاد حتى غادي لي قوى صح تستاز مرتز هذه نجم هذه عمل ربي دا وحدي هذه نجم هذه يخدم دا وحدي هذه تمتع تمدور تدا وحدي غادي عاد غير سيك تزمر أي تبها داني لا نتم لا إن شاء الله الرياضة إلا غاتوش تاز مرتز عيمت إتروانا ممكن سغنسول تيد نتورو نسل كاراتي كاراتي دو سيلا باس تمزورتنا ست سنة تمزورتنا المستوى أمزور المستوى العالي ماشي إلا غادي هادي جميلة رياضي في الكاراتي إلا غادي جميلة ممكن دمشني سكاس باش هادي مستوى عالي في الحزام الأسود من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة كاين توجد ديك الثقافة أمدونوي وعبد الله تحققت الكاراتي أول قبل كل شيء الأصعب انتهى أنت لاباس لاباس ميت فيك حدا جديد باش أولا باش كادي من السيس باش قاعد شنقر التي سوع بلا وحدي زقوس عامين الثلاثه زاد باش كدي تفمسن مش قابيا الفنو كذلك مي يتف من نياش ثلاث سنين ما سيتو بتي تجي كنحضر بزان مونيك عامين غدا ماشي قاعده سنه اولى ابتدائي الثانيه بتا يداوم مي يقدع مرحلته تمتم بت المهارات سقونت تمتم حتى للدرجه مش قاعده سنتير مارون انت سنتير مارون عندني دوني قاعد تقيم داخل القاعه ماشي قال الامتحانات بالتيزول الحزام الاسود الدرجه الاولى الزوايا المشنقه العلويين الوطني تقريبا الوطني المداني ادي عاد يتحضر بعض التقنيات بعض لي كاطا الكيميتي ديالي بمستوى عالي باش قاعد يشارك سيسني الاكزام انت الكاراتي اللي جيت العمر حقت ماشي نطور الناس اليابان مي دير لون يبدا يدير سي دانس ديرو الامثله اليابانيين حتى بداو سير عمر 90 عام تبز لي خدم كاراتي يعني باش سي قلاج يبان تبدل باش يكون بها هامي باش غادي يحافظ هو في صحتس شني كان نخدم من اجل صحتنا توني القايت بالنسبه للمدرب خاصه المدرب يزعل شين شي عمرك تالي 60 عام 70 اللي دقي تالي باش نتحافظ في صحتنا توني ديقد فيتسنت ماشي لنا المستوى مي باش كتجي على مستوى عالي حق ماشي قال لي يكون يتمارس بانتظام كذلك يتكلب دايره قيمه خاطر ماشي قال مثلا شني كمدربين حق طوطون الضغط في التدريب عاد نجمنا لي وجار ننصح من اولا نالي انا مختص حصص خاصه نجمنا لي الى مستوى عالي انت قاع يعود الى ماشي قال التركيز لحفظ التقنيات العليا ماشي قال صح ربما شحفظ سنسول في البرنامج عام المجمع المدارس القرآنية لكي جبيد غفصي وعبد الوهاب بالخصوص الرياضة الكاراتي يعني تيلي قنو بدل جرى ومتيلي البعض يكتل بطولة يكتل كوب إلى جروا أو الرياضيين قاس المدارس زني لاني بها التعرفن على تأتسنن بعضهم حدا دي سنح حدا دي تعرف حدا دي عاون حد يعني دي قنت تبادل الرياضي التيلي جرى والمركبات دول المدارس زني تملغية تتزهر حق تاني كان نجح دي سندون قريب طوانا كل نوادي خدمنا إيمانسن نيو ديك المرحله من قد النيفو اللي بدا التالي لقاعات نجوت مش قال لك المبادره عند المنافسات قبل المنافسات حقت في بدايه السنه شين كرابطه نظم ايام تدريب للحكام الزار ان تدرب كحكام خاطر المدرب ممكن يكون حكم هذا يكون حكم ومدرب نجد في التدريب نغد نوي تقنيين لغنى الله يبارك توت على المستوى الدولي الافريقي تشنا حصص للتدريب انو شنو بعض التقنيات ماشي تدرب دابا طروات ماشي تحمل جرب ورصد فرق دي زارو بزون دي زعلو خاطر شغلنا كتلي اشكالي دا العاصمه تاع القاعات يزكع على الكاتيجوري كاع الدرجه المستوى كاع المستويات تونت نورمالمون في النظام لا جديد على الاقل المستوى بزون واحد السيد ثلاثه اربعه نانيس نشي نشغل على حسب الوقت نمشينا نغد كذلك ونجم ندود لحالتنا ظروفنا ومنين انتشنا التقنيات مشان نسجل الحصة الرياضية في
ماشي قال الزمن غنغ تقريبا ساعتين كل حصدي ساعتين. كذلك في بداية الرياضة انت جال الفيزيك تولي يورا شهرين تجي الفيزيك مش كتربي مش قال تسند العضو الرياضي مش قال تسند صحيا بزاف خاطر ممكن عندي سليكا ونجمنا دوما نقدر نصير امراض مزمنه انا كاش ونتفقي سيس بصح مي تجول حصتك تيور شهرين تبين انا رضي تقول لي كنا نسولو سوت مايل خاطر ممكن في التدريب تضغط سيغنوت في باش كيخدم تفك الطاقه لعل يتضر الضر شو مني غير شهرين. كذلك ماشي لنا المدرب لابد عاد غص التقنيات عاد غص روح لمشقه التدريب تصبر مع بوراق خاطر خاطر يزهل باش كدرب توني شو من نجول لمارو باش كتسيلي النيفو لابد يجي المنافسات نجول المنافسات كل اسبوع نتجمع تقريبا 3 4 المنافسات على مستوى المجمع ماشي لنا تقريبا 7 نوادي 8 منافسة. أول منافسة نبدأ الكومبا فردي أتوقع دي صار تقريبا تشارك مديك 50-60 مسمس منافسة خاطر توجد منافسة داخل القاعد سوف نخبط كفرق الناس نغل الرابطة تجي مش نقل لا ليسنا المنافسات بعد باش كون طوطي النادي مع إيمانسي لابد عاد مع النوادي تظن نخدم توني بالنسبة للكومبا. كذلك بالنسبة للفرق تسل نظام الفرق شنقال. كذلك انت الاساس عند الكاطا مهمه جدا توجه اسم المنافسات حق نجو ربع المنافسات قلني هو حق يولي بالنسبه للسنوات تضمن والحمد لله اخر مره توجه مارو برك المنافسه الاخيره تقريبا النوادي كاع وانت تقريبا الجوائز على حساب المستوى انسن باش كنسب اللي النيفو الحمد لله على كل النوادي الله يبارك ما شاء الله الله يبارك مع توغلا شهرهم تبادل مع سمعه توغلا نوادي نغلى حق الاغلان باش كدالين دالين تيني شنتو قياسن شنتو وسط اروان قاعينين الرياضيين كل كنا زوالو غرمس ماذا به يلتحق بالنادي نغلى النادي نغرمس هذه كمل ممكن سيرتو عطل نجرس نصيف يغلب التالين نو بالعكس ميدوسي نمشي تاسنا دي تقريبا مدربين ميدوسي الموري نستضيفهم ماشي قافي الحصان واش يكثر خيرهم الحمد لله حق الاغلان قلنا قال المشروع ديجا كانت وجديس ماشي كرابطه ديكاسي راسك لاجوس تو عند اللقاء عام للمدربين المدربين توت على مستوى واد مزارت العاصمه ونسق المدن التل نجي اللقاء عام باش كان اولا نفكر اذا لك اني دربنا خاطر المشاكل الفضلي وغرسن نكر من تفكرنا توسن التاريخ كذلك يغلب الامور تتوسن باش كنشجع النوادي تشارك في كل المراكز ان شاء الله مشروعو لي توا ماشي قر ان شاء الله تنفذ هذاك العيد لغنا اللقاء بعد العيد ان شاء الله هنا تفكر مجلس ان شاء الله رباوني وفقي ان شاء الله من شيت نيد خاطر كل زعلو كي زواد يكتلم درس للزوام خاطر كل مدرب لي جو مدرسه لي يكون منا وليزاتلات منا والابطال منا والرياضيين ديال الكاراتيدو الذي قن الفن نبيل ديال قن الفن ايبها منشيتني نترود الاخلاق الانضباط التربيه الدسجمي الروح المنافسه ايوا عبد الوهاب ربي يحفظ اسم مريج ممكن صغن سول في الكاراتيه دانيلاني بها ماشي تدريب انت لا باز باش نستري كن الجيل الرياضي كاراتي قوى رنيه التكوين خاطر بلا التكوين ويمكن نزوا بعيد ممكن ابريدو ماشي كيما تفكر مغلسات لا فاقن ومن ديما المهم مغلسات باش الا ممكن نشوفهم ابطال ديال الكاراتي ممكن تحتكن بعض النوادي الوطنيه هذا في المنافسات الوطنيه ولما لا العالميه ان شاء الله ان شاء الله هي. انت مدن الزغ حق تنشيني كنوادي تقريبا تابعين زغ المدارس القرانيه الشغل الصفه الرسميه باش كان تشارك على المستوى الوطني بصح لديس مبادره ان شاء الله حق لاقن بعض النوادي زوانه مثلا نادينا المنار الله يبارك له ويد نتائج على المستوى الوطني ما شاء الله شني كان باقيه النوادي اللي كان نجو الفكره تنجي النخبه كل نادي يش نخبه على حساب الاختصاص عن شارك سيس رسميا وني ديك الهدف مزور فالهدف يتسن تخطو رسم كل نادي يرسم يمانس خاطر هذه كجمعيه جمعيه رياضيه توس لاغريمون غادي يخدم في مانس توقع المنافسه مع الدور اظن عادي تان توتس ترني ماشي قرا مي غادي نحد سورتو لي الرياضي هذا وديك المباراه شتي بتي الدور هي ريجي مني شي ماذا بيا زو بعيد سو مي وتوني مستعجله باش كان انا في الغبره باش كان نكمل انا نشارك على المستوى الوطني خاطر المدربين الا كان غدا داني لغنا بعض المدربين في مشقه في النوادي الوطنيه المولوديه الجزائر لغنا بعض
بعض النوادي اللي نديس المدربين اللي نديس تسوامني الخبر ديما ان شاء الله تكون تجديد فيتسنت تكوين لابد التكوين التكوين المدرب باش كادي يحسن المستوى النادي انتو تسوامني طموحاتنا يكون طموح شي خاصه في نوادي خاصه النادي اللي كغديس اطمح حد يكون ديس غير 100 رياضي هاد 100 رياضي في النادي خاطر يغل زغلو مين السيس مسحا شاشا الله سيد الدوام زدوام إن شاء الله كل نادي عاد غديس مي عاديس النوادي شقار عدد العضاء يغلب الرياضيين هذي وقعدش منافس قوى مش كدي بنادي لي زي يلزم له خاطر نوار النوادي بزان التفديس جار 50-40-30 عاد ليك منافسة خفيفة إن شاء الله أربان السعود إن شاء الله أنا نقوى دخل الوصايتي الأولية الأولية ماذا بينا تبدلنا مع النوادي هذا شنو تروانسن خاطر مدربين ما شاء الله الله يبارك ويفاتي سيت في حد يقوشان ولي السن التربية نسن الخلاق نسن الحمد لله توات نسن لنسن كل شيء تخدم وركبس ليعزم ديني تجريات ديني لمس انت دارت ان شاء الله أنا حافظ في كل الأمن مش قال جسدين غادي يقول أنا إن شاء الله لش صرب إن شاء الله لش خلنا اللي زاكسين ولاش إن شاء الله هاي لاني لاني صفر أكسين هاي لاني لاني بهانتي الحمد لله رباش يحفظي وعبدوها بحوشة شيء تاني مرتم قرنت فوني ولن إمبارشن إلا أن فرند سولت بالخصوص تبرت نتكرر يتوشي دي الوالدي أن غيمرون إلا طروانسن إلا أتنحفز أن تنشجع أن بشادة فن في النوادية تؤطرا بالخصوص نسن أن الفارغ بالتالي يتاويد حسنا في طروان نغمة شيء تنيد مؤطرين مهيكلين ديوانا دي النوادي الرياضية تنمير تمقر أن تقعي المدربين إلا أن جيند ممكن صراحة نسن جيند سوخدام نسن طروانسن وشين تزمر نسن الوقت نسن تروى نمسلم من باش إلا تندرب أن تنأطرا أتنكوتر ديك التربية تبها احترافية ديك الرياضة احترافية فيا انا مليله ان شاء الله غنتاو منا وتطفي ونغلسات داون الشباب وان شاء الله غني لي ندير جازن واش ان شاء الله دينارنا تنفع المجتمع شي تمر تمقرا انت وعبد الوهاب ممكن نشن جولهم جارو دي دقيقيت باش عفد نمشي ولكم جارو عند ماذا بيا كل جماعه من المركبه تبدل مع النوادي نوفر الوسائل كذلك الاوليه تبدل مع سن تشكر نمشي للمدربين حق المدربين نضحى المدربين اللي كانوا مشقه دونك خذوا الصيغ ما اي رياضي يوليد غلتل ماذا بيه هذا ينضم خاطر نقول رياضيا لان دخلنا مع خدام سن ماذا بيه يعني ينضموني الى مش من النوادي كاع رزمان الحمد لله الربي ثلاث رزم داني كاع يتوتنا ثمانيه يعني غرمان ماذا بينا نشمر كاع مع بعض نسنوا باش يحفظ يعطيك الصحه باش يحفظ يوعد لها بحشوشه سي تامر تم قرانت ثلاث جبيت في الرابطه المجمع المدارس القرانيه الكاراتي دوداني تم الغيخ تزير تن مرتي شتي تربعتي لان كاع خدم لنا ايدج ربي قبل لي ايد سين ان شاء الله يجي انت زايتي وزيتين ورزن انسير من ملقا ايدج تقيمي تبلا ربي شي ان شاء الله اتوتنا من برشلونة عزيز ديما تلم مع الفقرات نتمنى بان مرحبا تشلتوان زواغلوغ لان نسيشين غنسونجم يدورار بكرين غيدورار نزيك مع الروبورتاج اللي نسجل تمدو تشنغ امين شقبق اغزر نبزاب دي اغزر نوعزام دي تغرمة اما شي توسن ستكراس دي البنيان دويريد نبهان يتوسن دخ سمنا وندو الدال مغمنا ون الرياضات السهولة كان نصد التهرديت باش كان نبرس سمنا وندورار نزك مغمنا والألعاب التقليدية يتوسن السيس او انتما امزواري عمرنا وانتي ميوا عفرن دي منا ويحريشن بهات السيلين اغرما ونغزر مزاب احريشن تكرست دي كنسي زمامات اجباد تيرسين تيزدايين دلغوابي يبهان بنان المكابر دات مجي ديوين تيسمباد تيدارسي قت الهندس تتعجباسن ازعلاك نيموسناونا العمران تيميوان دونيت تامورتو توسن سوعزام دالدين دالقوران الجدود الجين تيدار نوعزام دالمعاهد أطلي استزعلوك بالخير دام قران أبرز التراث المادي دل مادي الجدود يجانغ أن كلب سيب سيوان يتوغن تفورهو تنسيسن إمزوارن أن يدو الدال يتوغن ترانتن أتبكري إياون تنوبا الملاقات ماس مصطفى العلواني أن برز التراث دت سكلاني مزيغن ماني إيسجا من ناوي دوران بكري أمغ الألعاب التقليدية نتمزاب شني غير روجر نسن طماط 200 دولار روجر ني ندانتيا لك برسك تاريخ ان شاء الله كنود لي سدي فغ تفرونيو ان سولي سي دولار نتمزاب نزيك دوني تقيما غنريزونيت ان تورات نزيوان تورات الواشول تورات لان ترارن الواشول زيوان يزكاسني مزان نجني زعلك غير نغي دولار نزعلك ني مقران غير نغي دولار ني مزان غير نغي دولار ديسني مزان ديزعلك تسمى لا سنترون ماشي ضرارن وجي غير مشدران شاد بين طاطفي المدن المدن متاد المدن هاد المدن ازعلوك وستيرنا ولا هاد المدن اساس سودرن داين دعاون انت اوسات تويزا
المدن دورار جرسن تحجر تورار طولت نسوكاس نتهل وقت سنورار داين الصيف أما غير تمديتين تجرارين نتملقى كل جمعة تلدي نتملقى بحكم إمدو تشال نتحافظ اسمس العلاقات إلى الجرانة توني تمزورة الهدف أنه عنده فيتسنت باش كات توني وتوراتو التقدع والدعي تربعت نعمي سعيد نولين تزدين سي تربعين إلا نزدي غطفن تحفظن سي دوران بكري لك الجرة سي قريب من 4 سنين لدفر لم تغسي سيايوغ لبديد شراسي سنة أفراقا كادا الجال نجرو قدر إمكان من معلومات مشاكة دي عاد تسمى المتسلق دي نحافظ غفز الزر لا تريمان دي عاد نحافظ غفز دي عاد بصحة جيدة هذه خدمة خدمة سترونكيل لباس بعد مني أنا حافظ كذلك في تزديت في تزديد لمن توش نتزديت راح مدني سجان أو نتورار تجينسن إكتون تيب الزنن ماني من نون الألعاب سوى زلنسن غرسن تطفيوين تزعلك تكلا تختران تنت بكري تختران خط مع أصحابك تلعب تبها اسمي كوطر ترى اختي سحبين ترى نش تسحبينك لعبتو نبكري خسخت والو تحجورت تشعبين التكلا دغيراسن نيراريتن ادتشرن سيس لوالدين النغ تربان سيسن زعلكن ايدسن او نويتلي اللي جوري زقاز جاري فاسن النغ بتا اوجي ديقن وحراس دو بشيدو تهلي اديعيا ادمدان سويتلي اغندجين امزوار تنمير تنقران تمدوش النغمين شقب قب دي جونس اسلم هدن دير جازن الى نتحافظن في التراث دو كبور دو يتليغ نجيني مزوارنا بالخصوص دورار بكريه بهاي لكان اندولنا وني دورار نسن ازل سن دلقيمت نسن الى نجين تانا دي مزواري بهاي لكان غات نسلمد اطرنا دي متلي معنا دي الفقرات نمرحبا نزوالو غرم نقرارن مني لا يدنا غمدو تشنغ حمو وجانا الى دون نرحب ايدز دوني جيوس امبارش لا يسجنا اغني سجاك تقيميت فوزل ضدورنا الهيئات العرفية أمس للمجتمع أيوة حمو سلام نيوش دنبار شخفت تنمرت توتك إلى تزير تملغيق دي استوديو المركزي لكن أغداني دي وغرم لقرارة إد أو انتقيمت إبهان دي أو انتدارت إلا انتسبيان تغرمان نغ تغرمان نغزر مزابنا تغرسان لكن أغداني باش أنسي وال فتعشيرت إلا أن غرسي قنوازل دم قران دي المجتمع النغ جار مد النغ إلا إيديك الشيخ قري نور الدين إلا أن دعزب دي وغرم القرارة الشيخ لدارة نتعشيرت نتحمو إبراهيم إكتسي تعشيرين القرارة أما إن شاء الله إكنسي ودماون نتواشولت نتقري هذا رحب أغسط الشيخ قري نور الدين دي أون تقيمت مرحبا بك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالمناسبة أشكر القناة الوطنية في اللي هو الاهتمام وتشاء الفرصة لأن أنسير في تعشيرتنا نعرف توتنا واش اللي تسلينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربا شحفظ الشيخ أمانش دخلت سوين جمعت ليد دا سلمد سع الزامد دي معهد الحياة الشيخ بتا نخسن سيول في تعشيرت يعني نسنشين نغميدن سنانغ نشين نتيم أطمزاب نغاتي غرسان نتوسن يعني سنظم دو سجوريا وحدين مدنا يعني نقارس نقار نغفنا ديق المجتمع إلا منظم مهيكل يعني إقنسي إبسيون إلا يتكمل يتنظم نغير أني سجوريا وحدي داين تتعشرت نخسن السنة الشيخ يعني بتد المعنى ستعشرت
تعشرت ب مؤسسة عرفية تقديم قدم الوجود البشري. وتقن ساتي غرسان. وتقن ساتي غرسان في كل مجتمع النفديس أو المدرسو جروا جروا العائلات الأسر في مجموعة من يعني الأسر جروا غرسن العلاقات من الرحم جرسن من الرحم الناس بديقن ويمكن رنين بعض مدن واحد نسنا العائلة تمني رنين تنضم على غلط عشرته إذا نتود الرابطة إلا جروا تروان تعشرتي قد الشيخ يعني نخسن نفهم منا وتنتواشولين أد عادن أد يعني أتكونن غد شكل أنت قد تعشرت إيه أنت فعلا تعشرت غرس منا وتواشولين جرون أتكون شيء أنت عشرت حسبت تعشرتني يمكن تكون هذه صغير منا وتواشولين يمكن 5 10 20 50 ها جرو تنقعد يعني تخزتين هذا الشيخ واللي مكن أنني قلت العائلة وتلي تبع لك تعشرت أتي غرسان غير أسن يعني بيت لك العائلة أكيد تبع لك تعشرت ما قلت القبيلة قد قدموني أنت الأصل بين للشقين حد التفت وحد لا بدي لغرس أزور يقن تغل تعشرت يبها غيبة تنتج بدي ماس يبها ممكن الشيخ إلو سيديني تعشرتي يبت تعشرت يعني شغل تعشيرتك تعشيرتك يعني ممكن دي قنشي لان يتزونا دا زوني خاطي يجروا دا جروا بتت نجمد التيني دا الشيخ سلخصوص بتت نجمد يعني انت سبيند أزال سنغ أمشانس يعني الدين نغ الإسلام باش كانت سنقد قد تعشيرته هو التنظيم نغ الشنين بنادم اللي يسوجدنا ينظم ونتعشيرته انت دي قنونات إلهي ربي جاء الغمون التعشيرنه نشي نخيري منا انطلاقا من قوله تعالى على الرجيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم ضربي جوخاتين شنين شعوبا وقبائل لتعارفوا كذلك أن يغلب تشريعات الدين الإسلامي توابنا في تعشيرة ربي الناس سيدنا محمد وأنذر عشيرتك القرابين بدا السيسة هدى الحقوق الواجبات تترتب فتعشيرت وناعب له ترجم وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذن ربي سبحانه وتعالى في التشريعات الإسلامية أنه إذا اعتمد يغلب فتعشيرت ولذلك أنشان سدام قرانا مثلا يعني في الاعتبار الدين الإسلامي يعني مادام يتوذكر القرآن ربي يسوج ديقن شاولي ممكن أنني أدنج يعني تعشيرت نغ أسنسيب يعني ديقن شاي لأن مهم لازم أن تطلع ديس لابد أن تطلع ديس من تمام ديننا يبها يعني شمتني ديك العبادة يعني فعلا ديك العبادة ربي وجدت لك خاطر نشح في يعني القواعد الفقهية بلا يتم الواجب ولا به فهو واجب إذا تعشر ديك الحلقة في النظام الإسلامي إذن يغلب تعلق سيس الحقوق الأفراد والجماعات لا يتم إلا بها إذن في الوجود للحفاظ غير عدد الواجب الشيخ لو سيس انت عشرت غير إمار نغ الوقت الفرح أملاش العرس النغ العكس يعني الوقت نجرى ونغ تمتنت النغ ممكن وسن العيد أسفيت سن العيد أبزان أسفيت سن العيد أزعلوك أو السن بتدي خدام يعني انت عشرت تعشير فعلا باش كان السن قد نغر نغل تعشيرت غرس المهام تيم قرانين يغلب مهم تم زورت أين حفظ أجرو الدجتار واس قاع جرون مع بعض تفن فوز دي تفن يبنسن توديكت كذلك النسب مش باش نكل اللي بيقلنا سابني قلن حد فلان مش نفلان مش نفلان مش نفلان قاعد السلسلة تال جدا مزور تعشيرت ولتعيد يعني قندس كذلك المحافظة في الأخلاق يعني التروس أربنسن كذلك في الجانب التربوي الجانب النوعزم أعزامنسن تخلى أعزام مثلا حتى جالس ندورو شدعم ديس كذلك النشاط الثقافي المتابعة التروسن في المسار الدراسي تجلس نرحل هذه الخرجات كاع باش يعني تهلا ديس نعز باش تفغرس كمل باش كتهلا دي وعزمت وني الجانب النوعزم
ليس كذلك الجانب الاجتماعي اللي انت الاساس يعني الواجهه تاع لك انت شرت اطهلا ديال اليتامى اطهلا ديال مدني قليلا اطهلا ديال المطلقات اطهلا ديال قليلا بت يعني سواء المر يعني دي مضان مرضى العجزه تهلبت يعني وتنيش من هنا تبد معاش تكفل سيسن يعني سواء من داني الشيخ يتمحد الزون غولت الحمد لله يعني انني الحمد لله للشهر نغ جار ميد النغ جاري غرمان النغ وسيتمترى يعني يتزر فوسس باش هذا يطلب يقل المعروف يعني تاع شيرت انتهت ولا سواء ميد فعلا يعني انت يعني من المفروض اللي تكوني قاعد شوف قاعد بتي ونت يحتاج انه يقعد غفت وضف شي يقنشرع لو شي تنجم اول ما انا غادي نزود زوال تاشيرت تاخذ واجبه تكفل الشيش تبد معاس مشينا كذلك يقعدني من الغان نقنا جالس العباد سن مجموعات انتهت اساسا تعيد الطرف سنين تسليوني تجي الصلح جلسا مجال الصلح ماشي غاتيني تموسني كذلك ابدي معاش مش الذكر ديما خلاص حمو اقامه الافراح يعني العراس العرس العرس غير العرس بت يعني يعلم الله بت غدا ملاقات الا باش كاد يكون العرس في طريقه سواء في عرس جماعي فردي الذي شقني وريح داز عليك خاطر غيتاز دمني وبركة شقني خدم داز عليك واش داش اقدر نخزاون العرس نيس الكيفيتني هذيك قعده وحدي يعني مش هذيك قعده وحدي كذلك يكتب ربي يجراون يقن حد يتوفى يسالني خاطر شجراون تشلتي قلت له وهي تخبر الموعد سيقبل وهو اللي تخبر انا ولا شلتي قلت وقت النية تبد معاش كذلك تصفيت التركات ديما ماشي ربي سبحانه وتعالى تصفيت التركات الاهتمام كذلك الجانب الاقتصادي نطر وانت عشيرت مثلا معلش مثلا اول يعني نخزن لا يجوز يقن حد دي قيمه مني فارغ شغلي تالي غولاد ولي خدم لا بد غير تخدم اذا الترافق طرواس سي تخرج تخرج نسوا عزام المستوى غدا ونديس انه يكتب ربي تشربن لا بد تتقن له خدام السن اسفني كن خدام اسفني كن قلت وين كن خدام ثم كذلك يكتب ربي يرسم لك الحركه يقول ولات التفدي يعني حضر المعاش الافتتاح بتي وقع شي كن يعني كن يقول مشكلة تبدل معاش باش تحلم باش كذا دي جوردة وحدي إلى غير ذلك يكتب طبعا ماشيين السن المجتمع تضحية التبرعات كذلك بدو يسجلون يعني نكتب ربي الزكاة التبرعات باش تواصل فني مش نسن أما نش الشيخ الخ يعني ممكن أدرني أختوني ديما التبرعات التطوعات تعشرت ضغط يعني تسجم انه تيوي زاوين سولا فن طاروانسن يعني باش تخدم من الخير يعني بلا يقل المقابل التطوع باش او المجتمع عدي تشري يعني ديما دي قيم يعني مدنس خد من خصن الخير فعلا يعني باش تربي تربي نربى طاروان في التطوع التضحيه لازم شي مزي اسن نجي اسن نوفر الفرص يعني السرخات الا السرخات مثلا في طار تاع شيرت حتى في طار العايت يمانس نفس السرخات في مستوى المدينه مثلا غير ماشي لا غير في روضه الحياه اذا او السرخات وتربانت تروى في تضحيه شي مزي شي مزي باش كان السواد متو دلت تحتاجي تاع شيرت تحتاجي اي كلمة وان عرفيه تمدين هذه في مال واجد خاش بدل بديت شي شمس ومن بعد ما يزعل كل يمكن يعني يدروس يعني باش كذا شي لبات طلبتش هذا التضحيه الشيخ تاع شيرت تستشرد تروس يعني خاطي غير فخسان الخير ولا فخسان تمرت نصن يعني الدولت نصن الوطن نصن بتغجمتيني دخديتوني فعلا مش سقان حب الوطن من الايمان ماشي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اللهم حبب الي المدينة كحبي مكة حبب إلي المدينة كحبي مكة إذن أخشنت مرت من الدين أخشنت مرت من الدين أو يعني أطهل ذي تروى ذي التنظيم ودونة قاعد أعاون
نحاول ندول في تنظيم مجتمع دا الصيود يعني نتكير داس الميدن الترابط التماسك الاجتماعي كاع يعني المجتمع يعني في القطر الواحد المجتمع الجزائري. تامرت النغيمانس يعني نغدولت يعني بدت نسيول يعجبت الحال وجار من لا تفق الميدن يعني من الضمن يسهل اخدم معاسن. فعلا فعلا يعني يسهل اخدم خاطر يعر الحال تعد كل حد يتغنى سيك الغنايات كل حد يتجرى يسيت تفبريتس ما حد ميدن كاع يعني جونس مؤسسات نسن يتعاد يسهل اخدم معاسن يعني غير لي شهر يتعاد يتشرى الجور. احمق يعني دسات اخدامني ثلاث سجات نتاع شيرت او السن يعني بتدنشي الدور النغ الموقف النغ يعني مد النغ تيواشولين باش يعني نكمل انت هلا وجاد يا انت عشرت مين خزل اول المهام ودين يعني يخدم زعيم قران نخزل يعني القائمه طويله اللي يخدم للتقمسيس نتاع شيرت خاش هو يتبين اخدمه وهو يتبين يغلب يمد نكاع ما نغز دي باين ولينا لما يخدم هذه السن قاعده واحد متى غيش وصغار ولا يخزر غير النتائج تبرك ولذلك يخدم داز علوك تاع شتا تقوم السيس اول شيء ان من كاشخاص ضروره الوجود ضروره الوجود تاع ماشي تاع شت خاطر شي جيخت ربي جيت شعوب وقبائل اللي تعرفوا ربي جيت باش كننظم منا مش كاين هلك اذا ان نكون واعيين ضرورة الوجود كذلك ان نكون واعي ان نقدر الجهود واش اللي يخدم الاحترام للسن يعني دو عاون للسن عاون للسن سراي عاون للسن نصيحه هو لند البشر هذه يمكن غلطا نصيحه طبعا نصيحه فبريت وانت تيب اللي او نمدني لان عقل ندار خدم نتاع شيرت هلا ندي تاع شيرت سيجور نتاع شيرت لان خدمني ربي يعني فودم ربي طبعا انا خدم ولي سجوم لي يقن حدات يمدح لا تنشكر خدم لي ربي سجوم لا تيفرت نسندينا تخاتي داني انت خدم التطوع يتعدى باب سي تعدى سراغ بوجر ما تعدى خدم الاجرت ولذلك الرازن ربي سبحانه ولا شي حدا يجيني اشو شغل الرازن وزر الرازن ربي اذا الرازن ربي اولى اذا ولذلك مادام لكاع واش اللي تسلنا تروان يعني تروان دي يتمنى تشاركن في تيجي انت تنسن وتيجي انت تنسن 20 سن اديني يقول حد يمكن فيها كاع ولا خزين غير بين ديمانش تا ودي لا تاع شرت اش تبي دوب وتسجو باش ليش يعني ثم كذلك الجيل كل وقت الوقت واللي ممكن تاع شرت تيجور امارو تجوري 40 عام 50 عام قبل لابد اذا ما نغاد تطور ما نغاد تجدد ما نغاد هناك عند الجيل غدا سن جديد نفس الافكار جديدين ولذلك مادا بنا يعني الشباب تخصص واش اللي يعزم واش اللي يجرب واش اللي هذا يساهم في المشاركه في او الجهود نتاع الشت باش كنحافظ غفص التقيمي ديما عن الصوت لما انت تروان لدى واحد تنمر تم قرنت الشيخ نور الدين قري ساون تيكير داوين ديوان ابهان ان شاء الله ادمن يعني ان غاد السرمغ وسيله يتفرج انا لان بين تطفي لان فهم تكيردا نوطه اللي تعشرت يعني خطيبه يملش نغي يجو العرس اد اصدق الظهر سماش نقاري تعشرت العكس يعني هذيك كمل هذه بد مع تعشرت سماش بد نمعس يعني ديك ان شيء لان يلزم ان تهلا دي سماشتني اذا الشيخ بدا يعني ديك ان شيء لان من تمام الدين رباش يحفظ ان شاء الله هنملاقى مع الشيك تيتشل تخلف انت سيول في تعشيرت في كل المواضيع بلا تنمرت ممكن انت وجد اول كم تجارو يعني باش نقدام تقيمت اول كم تجارو ماشي اللي يزم توت انفهم دا وحدي نشين دمانايو لما انت اللي جينا نضل جداد نجاري فاس النغ باذن الله يعني لغش يعني قرش يعني قد إرت حضاري يجينا نختيد ماشي من خزر ماشي توغيت ماشي مارو أن في يعني تيجور يغلب تشيل ديز عليك لا تيجور نغلد السن ولذلك مدى بينا توت نهتر وانا أتساهم أتشاركن باش كتساود اللامنت واش بعدش خاطرش تلد لامنت
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ويل اللي من ضاعت السنن على يديه. لا ما أنت وحدك تنعمت يعني. لا ما أنت تنعمت في نفس الوقت خاش باتا ونطل يديش ربينا عبد الله بسترزيم ولين شكرتم لأزيدنك وأنا يكمل باتا لقدر الله نضيع أنت تشبرك أنت تشبرك أنا خزمت مش غنعد إن شاء الله هذه عاد ديما تعشرين يعني أدعنت ديما نطل ديس نتنيتي ديما خدمت طروان سنت أما غرسيسنت يعني تغرمان نغت أتدر يعني يقني مار دجرار أتقيم ديما إن شاء الله دخد ديقن أودم يتغرما وين بلا يميدن بلا يعني بإلا يقن ميدن أدسن أد سجوران ميدن سن أدسن لا تغرسان أدر قبلنا ون نموت جيبهان انت عشرت رباش يحفظ الشيخ تن ميرت ساون إيوالن إزاغ توتك عزيزن إن شاء الله هذا من أملش نغ يعني تبيم تطفي انتهلت وجردي تعشرت أما غير جنوز مول سي إزمولن انتغر منغ هذا الرغوة اللي مدت شاليك تزاير إن شاء الله عقبت لك تقيمة بلا تنمرت 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 تمقرانتي مدت شلنا حمو جانا دوني جوس الشيخ نوردين قريق ونسد مولي تقيمة عزابت نغرني قرار من شلا دس المد دي معهد الحياتي بها دول إلا كان أنتها الله فتوشولت تمزان توشولت تزعلوك دين تعشيرت نسن أزلس لقيمتس باش إلا كان النبي سيس منا وتتفاوين تيم بارشين وخطر القوة للمجتمع النقص القوة نتعشيرين رباد يحفظ إسنا مروسيق على الجور أمر شدو ليتكوتور تعشيرين دي ماتلي معنا غدي تقيميت مرحبا أزوان بد معاونيزلي أتي غرسان الدحواف محمد بن سليمان شنين داتي غرسان طروان ونطمور نلا دني اغلان ست الفادة تمدور شنين داتي غرسان طروان ونطمور نلا دني اغلان ست الفادة تمدور صازور مثل الليل يا عزيز النغلان سي ولادي نتيلي يخفن نغلي جنوان دريزن دوين توارين غفناغ أشل سنفة غرماغ توارين سوراغ سستن لثار دوين توارين غفناغ أشل سنف حضارات توارين سوراغ إزمول لسغل واسو تمدور نتي غرسان صباراني نبرسر ولو سندت وما شنين داتي غرسان فروان ونطمور نلا دني أغلان ست الفادة تمدور فازور مثل الليل يا عزيز النغلان سي ولادي نتيلي يخفي النغلي جنوان أغلان يرود إرجاز مديد لله سنسيل انتي دي رضنا استعمل الله دي رضنا استعمل الله أغلى نايرو دي رجاز مديد لله سل عرق سنسيل انتي دي رضنا استعمل الله دي رضنا استعمل الله هرين غفصة يرين ترمج جنهر كله سيور نس تزاير ايتوش مطقرة ولا الرين غفصة الرين ترمج جنهر كلها سيور نس تزاير ايتوش مطقرة ولا اثنين تغقاط اتشمرني جروان تغرمان اغتفاء سوى عزام بن عزام اثنين تغقاط
صرتني مزوار فندي سجلن الجين تغف إنسان أغلى دمد ننسان دي تصرتني مزوار فندي سجلن الجين الهم إنسان أغلى دمد ننسان آه نشنين داتي غير السان أي بهذا هو التغرسان يحوف حواف محمد بن سليماني ولن مدياز إدريس بجو أي بها ندول غلي زور عن ندول غلا تغرسان غلت غرمان غلت مجيت نغل هويت نغل يدلس نغ دي زوران نغ لول تامورتو سيد الفانوسان انت وزعا كل بنوسي سيقنو مشان سستني زمولان سستني غرمان نتني نشلسن تيدت وغلان دي متلي معنا غدي تقيم هيت مرحبا نشاشي لك أنا حبا سيوات نغ أن يجو نغ سلماد يوتنا حسين حني وحسين سلامني وجدان بارشخ تنمرتي ومحمد شي نختم ديت شتم بارشتي شتي وسي كاع اللي ركبنا لا 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 العدد جديد ونركن لان ان اضاءات تقيمتنا مرحبا ان شاء الله هسو مع الموضوع ده جديد ان بيسيس ان شاء الله تطفي وسي يتميز رباش يحفظ تسات ما غنسول في الموضوع عن نزن تعزين غيتوشولت توشولت نحني توشو تسلمن دان وفات انتم تنت نعميتش ديك ابراهيم نحمو حني ربات يرحم ان شاء الله يسوس عارف سي حضرت ما بجو ان شاء الله دو عزن قعفهم ربات يرحم يسدر تستيد خامدو تشن غلياس حني الى يخدم معنا غدي القناه الرابعه الامازيغيه ولا انت دعميس ربات يس حضرت ما بجو ان شاء الله دا محمد داودي دعميس سجيت من مس ربي الله يبارك ربي يبارك تجو ان شاء الله يرحم ديك ابراهيم يرحم باباتش يرحم المسلمين كاع ان شاء الله ربي غادي ان شاء الله ديما نجور بريد نوشام قران ان لله وان اليه رجع نعم باش حفظه ايوا حسين خير انا هذا الموضوع سلمن نواس اغنى ونزور اليوم الوطني للفنان اللي كانت نسدر ان شاء الله سنين نسبات اسن فايت تام نيور نجوان ديك نواس الا ندور غلو مزروين ني نزور ني حواف دي فنان يتوغني مار نتقرا ولا نوفمبر 54 دو حواف الاستقلال زين تمونت ممكن اول اللي كان التاسيس ايوا حسين الرمزيتنا ونواس اغنى ونزور اليوم الوطني للفنان عنديتني ايوا محمد يعني أسنين نسبات إن شاء الله 8 جوان تحية تمرت نغ تزهير اليوم الوطني للفنان غاسي كتر رمزية تزعلوك لعدة اعتبارات أولا همي يعني توجه أسو الفنان 8 جوان يعني ديكا الوفاة علي معاشي تمرت تهرت سنين 8 جوان 1956 58 1958 يتوم عس محمد جهلان صغر من القرارة يعني توفى ديني الاثنين تقوى من يعني المستعمر الفرنسي يعني سوى مني يعني الدولة تخمم يعني أتج يوم وطني للفنان يتصادف يعني توزيع جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الفنان المبدعين الشباب في المجال الفني والثقافي تبدأ الذكرى يوسي 2006 يعني سجلوا 2024 أنسجا الذكرى في 18 يعني اليوم وطني للفنان أسنين سبات أننا يعني وزارة الثقافة والفنون يعني أتسجى السو عبر يعني المديرية الثقافة والفنون قاع 58 ولاية بالمناسبة يعني أسل وين تقدو دا أدي وزع جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب توني ديكت يعني الجائزة توجه كل سكاس للمبدعين في المجالات غسنة العلاقة الثقافة والفنون يعني في الأدب في الشعر في المسرح يعني كاع الفنون اتوجه كل سكاس يعني يبها يعني الامكراس نغ شبابنا يعني اتشهر كنديس اننا وزاره الثقافه تقريبا قبل 6 شهور 8 شهور الجائزه يعني تجن في الموقع الرسمي في الصفحه الرسميه للوزاره تجن الجائزه بتد شروط المشاركه يعني الاعمال يعني لنا توقبل كل سكاس شعارنا كل سكاس يوم وطني للفنان يعني المشاركين مهتمين الشباب اتقدم الاعمال سن
أسنين 8 جوان يعني أد دي كونديس إعلان عن الفائزين أتوكرمن سوس الوين تقدو دا خاطر ديكت يعني ديكت الجائزة يعني تبنى رئاسة الجمهورية الجائزة رئاسة الجمهورية للمبدعين الشباب أسقاسو أتكون أسنين نسبت 8 جوان سوس الوين تقدو دا أنت أدي وزع يعني الجوائز في الفائزين مع وزير الثقافة والفنون ربما شحف ديوة حسين سوف نسول في الدور نغل الواجب ننظر نغل الفنان أمسن المجتمع نسن الفنان سغنيني أنظر نغل الفنان أنيني أبها أنيني تسكلا أنيني الفنانيني الثقافة خطر حدي بهذه عاد فنان تم دور تسري عاد فنان الخلاقة سري عاد الفنان أخدام سري عاد الفنان في المجتمع يعني اسم الفن مدني قاع خصنا الفن دعشنا الفن دعشنا مع الفنون لقينا شان إسباهات تم دور تمدن دي منا ومدون الفن التشكيلي الفن الصوتي الفن الغنائي يعني الفن المسرحي كاع الفنون الفن الادبي يعني كاع يتشرايو الا نغرسني كنوازل دام قران بالخصوص غادي عاد يس الالتزام غادي عاد نجورني كنوبريد ايبها ايوا حسين سغنسول في الدور نغدالت نحواف نغنزور اخدام للمجتمع دو سيفاو نتونجيو من مدنا ان شاء الله دينا رنا مس المجتمع باش حفظي هو محمد نيتنيد يعني حقيقه الفنان الوقت وخاصه غاسي كندور دزعلوك المحيط صنغ في دائرته الضيقة وبالتبع يعني الوطنس نسم باللي غنى الأدباء غنى شعراء غنى فنانين خاصة فنانين الفن الملتزم يما نرقب دول تزعلك نغت مرة تزعلك استعملت إنه خاصة يمروا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي تفتغ المتابعين تزعلك باش أدر نسيس ولاد الهجمات نحض ودرن يعني في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الناعمة دي قندور يعني ماذا بين الفنانين نغ الأدباء نغ الشعراء نغ خاطر الكلمة تغسل يعني القوت خاطيا بكري يعني الحروب أن تغن توجنت يعني حروب تقليدية صرصاص لازم دي يكون ديز جيش إلى آخره إمارو يعني مام يعني ولا الدولة يعني باش أثر نغ باش أتعرف التراث المادي ولا مادي الثقافة التاريخ سنسن يعني دي سيما حروب يعني جر الدول يعني تمرت نقد زيرد مستهدفا السن يعني يغلب نطورات نغل مادي ولا مادي يعني النغي لحد ودد للسبت غرز كيفاش شايو داني أدي بين يعني الفنانين نغد الشعراء نغد الأدباء نغلا عن طريق المسرح إلى آخره يعني هذي يكون غرسن دور باش أتبنن قضايا المجتمع أتبنن قضايا الأمة نسن الوطن نسن أتسوق إشايو إلى سيس أنجم يعني أنسوق نعرف تاريخ نغ نعرف تراث نغ المادي ولا مادي نسن يعني على يعني طاولة اليونسكو الذي يعني الحرب تزعلوكت يعني كنت الشغل المثال دائما يعني سوني نتصران يعني تمرتنا زير اغلب اننا نتمورا يعني تحاولت اد نسبنت يبسيون ولا اونسن نشني يعني غنغ تراث مادي غنغ تراث مادي داني يعني دياس دور الفنانين المثقفين الادباء الشعراء باش اعرف نسيس باش ادروج نسيس اللي خاصه يمروا مع يعني غنى مواقع التواصل الاجتماعي لان سهلت انتشار المعلومات سمني ابها يعني الفنان بصفة عامة وليت تعيش يعني يشبد غير إيمان سيبها أننا هذه يعيش القضايا المجتمع على الصعيد المحلي على الصعيد الوطني يعني باش أننا خاصة نمارو ربما مدنس في الأنسيوف في النقاط يعني دولت خاصة مؤخرا يعني لاتجو التفاتة الفنانين ودباء الشعراء عن طريق غلب الإجراءات أننا ما نسيو الغفصنة إن شاء الله تقيمة العدد ونركن إنا منشي لدى خانا زور نغ الفنان أيوة حسين ابن بيئته يعني لقينا حد اللي نتشرد أمسني كتل بيئات يعني الفنان اللي تعيدي بعد في مدنس في المجتمع في تغرمس في الحضارة في زورانس يلاقي لدى يعني جمانيني دا مسفار يعني عندما لاوي الدواء بعض مشاكل مدن يعني الفنان منشي لنا ممكن يتدفق له لو المدن يتثبتت حسن مدن خاطر عبارة عن أحاسيس مشاعر إلا الصوت نضاونا نظورة والفنان يعني الصوت السريشت الفن تشكيلي قاعدة دي الفنون دي المسرح دي وسوني دي الأدب دي تسكلا باش إلا دي نجم الله غادي يعبر سالمعاناة نصواني تحسن سيس مدن ممكن أتسوضي حد وضادا وجاروا من ممكن أسنية في بعض الحلول نغسنيو شي كتبرات نصفر نتوي ومحمد تسود مثلا في المسرح مثلا يعني تنجمد عن طريق مسرحيات تعالج السيس مثلا قضية اجتماعية ممكن الآلاف ربما المحاضرات الدروس وتنجمت ربما أتحلنت يعني نغط السيود نديسات إلا أدنجم مثلا المسرح هذه السيود خاصة يعني أبتديس
يعني التويد بما ادوار يعني من الواقع نقتويد نماذج من الواقع حد وضيض يعني عن طريق رسالة التوشيد عن طريق المشاهد ربما دير قبل المسرحية تني خاصة إذا كانت يعني مشاهد تحاكي الواقع أتنجم أتحل تسيس إغلب يعني المشاكل خاصة الظواهر الاجتماعية سمنينا أننا يبها يعني الفنان قد يكون مندمج يعني مع المجتمع يعني قد يرفع في ربما ولا الانشغالات سنجم هذا السواد الصوت أيضا يعني قد يعالج المشاكل الآن تعنا تسيس المجتمع أننا على الصعيد المحلي وبالتبع على الصعيد الوطني واللي تكون يعني يعيش غير إيمانس رباش يحفظ يوا حسين سان سيول فونا زورنا في الفنان نسنا تنغلاف تاني دلص تبي فيريس يتلا يعني ديما ترافق انا زوره الجزائريه فنان الجزائري المبدع الا سن الله يبارك الجزائر نشور طبوع الفنيه نشور الفنانين التشكيليين ديما امدوني نسيول غنطورو ممكن اتش الولايه تنفديس دور الثقافه تدارت ندلص الى نجرو او الابداعات الشباب الناس تدارت نمكراس دور الشباب الى ترافق ونمكراس ديما امدوني يعني او الحركيه دو الفعاليه الثقافيه الفنيه دي تمرطنا الجزائر الى قاسك قل امتياز الى قاسك رافق باش الا الفنان يبدع عاد يخدم هذه يبدع بصح هذه في بعض الحقوق هذه في بعض الامتيازات يشري لنا الحمان تم دورتس تحضن تم دورتس هذه حسس الجيع باش هذه كمل يديرني وجار هذه يبدع وجار ايوا حسين نتو ايوا محمد نينا خاصه لي مالو اسكاسن امجورا يعني الدوله تجوك الالتفات تم قرانت تزعلو كتي الفنانين على اختلاف اصنافهم الادباء الشعراء وسيله في مجال المسرح وسيله في مجال من المسرح للفنانين الادباء الشعراء الكتاب يعني كاع المجالات عن طريق يعني اغلب من الاجراءات الجدد خاصه مؤخرا نوش المثال هو محمد لاول مره في تاريخ الجزائر في الاستقلال يعني الدوله تجول القانون الاساسي للفنان الا يبها انوش يعني ربما الريفيرونس القانون ديال المرسوم الرئاسي 23376 مرسوم رئاسي 23376 يفرض 22 اكتوبر 2023 يعني اي مهتم يبقى اديزوال موقع الجريده الرسميه غادي يدول الاعداد من اكتوبر 22 اكتوبر 2023 يفرض قانون الفنان لاول مره لنا هذه حق هذه يحدد الحقوق الواجبات الفنان يبها يعني الفنانين وسيله المجال هذه طالع غيفس خطر يعني يسد سيغل بنفسيون هذه جديدين خاصه الحمايه الاجتماعيه والحمايه المهنيه للفنان نسني غلب ربما كتاب الشعراء الادباء يعني ربما بين المشاكل تاعنا السيس نتفد يعني الفنين نتد المصدر رزق يعني تعاش السيس يتتسيس الشاسيس طرواز الاسرتس الاخرين بما الوقت يصوم يعني تطند امام اغلب من المشاكل خاصه الحمايه الاجتماعيه اتفق فنان مثلا عشانين شي اسمها تبغى الحمايه الاجتماعيه للضمان الاجتماعي من بعد التقاعد يسد القانون يعني يود اغلب المزايا يود اغلب الامتيازات الفنانين ليس حقوق ليس ايضا واجبات الفنان رباش يحفظ ايوا حسين سنسول بطاقة الفنان الى الفنان الى يتمل الى غادي تجاوب بطاقته كارت دارتيزون يعني بطاقة كارت دارتيست خاطي كارت دارتيزون بطاقة الحرفي كارت دارتيست يعني بطاقة فنان يعني الفنان الى يتمل الى غادي تجاوب بطاقته ولا كارتو نغاو تفريتو لورقتو باش الا غادي بي منه الحقوق منه فنان منه وين نزور ممكن وسين نزيد لا غرسن او بطاقته منه ومدل لا نشرسن وسين باش غادي بينا وبطاقته ممكن ايوا حسين تنور يعني ديما دي تفريت ثاني نارن الا كان غنور مدن شنا سني بريدن باش الا بين الحقوق نسند الامتيازات نسند المرت نسند الجزائر دولت نسند الى توف راسن او الحق باش حفظ ايوا محمد ربما توني اهم يعني الحقوق يوستيس للقانون الاساسي للفنان يعني انه ني فرض امارو انتهى التوغ سي قبل ولكن ما تسد سي اجراءات تجديدين الامتيازات تيز على كوجار مانيني خاصه يعني الاسوين تدودا ربما وسيله يتبع في مجلس الوزراء الزغات يعني السيو اللي تمرطين ثلاث مرات في الشراي وانا لازم نضمن الحمايه المهنيه الاجتماعيه للفنان باش وليت حوجي يحط وضعنا لان اغلبيه الانسان يعني اتفد يعني يتعاشى الفن على اختلاف اختصاصاته ثمني يعني يسد القانون اننا يشو ضمانات اكبر يشو امتيازات اكبر سيسن بطاقه الفنان
البطاقة إلا يسوفوغ تد المجلس الوطني للفنون والآداب إلا تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون. ربما آخر تحديث يعني البطاقة وشروط الحصول على البطاقة يفرض مؤخرا يمروا مع عملية الرقمنة، يعني وزارة الثقافة والفنون تواكب يعني اللي لاني ما في مجال الرقمنة السنديس يعني مساعي لتقريب الإدارة من المواطن باش يعني وليعي إتو يعني وسيخ سدبي البطاقة أديزوا مديرية الثقافة الولايتاس دبي ملف وبعد يعني دبي بتديس الملف هدي وجد الملف الساتياوي إمارة تقريب جين موقع إلكتروني ديال في الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والفنون نال الموقع الرسمي للمجلس الوطني للفنون والأدب ديس يعني دي سيكت الخانات بطاقة الفنان أديت في ديس ديس شروط الحصول على بطاقة الفنان غير ملف إداري، ملف إداري بسيط ديس شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة، شهادة عمل نوجدت ممكن اللي يعزم يعني لا فنان هاوي نغس ميولات في نفس الوقت إلا يعزم باش يدق من هل غاس يعني حماية اجتماعية غاس كلاسيونس كتوجه تبلان خاطي صورة شمسية استمارة خاصة بالمعلومات الشخصية في الموقع تحمل يعني أديشال المعلومات. وني بالنسبة لهو محمد الملف الإداري إداري. نعم ديس ملف فني ديس ملف فني لأنني الصح يعني قاعد تقريبا تسولا غيفس الملف الفني أنت يعني يتحدد بتد يعني شروط خاصة شهادة إلا أنت يعني أجنت الفنان نغ أجنت الوسي يعني مارس عمل فني على اختلاف اختصاصاتي أدبي بطاقة فنان. أولا يعني تقسم على ثلاثة غنر التكوين لازم تكون غير شهادة في شهادة في المجال ممكن من الجامعة مدارس الوطنية أو المعاهد المتخصصة لنسني مارو باللي يغلب الجامعات ديس يمو تخصص فنون مؤخرا بكالوريا الفنون نعم يجو لأول مرة ديس تنوية الفنون تسمى في علي معاشي داني في العاصمة في البيار تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون وزارة التربية الوطنية يعني مارو تلميذ ميزوا للطور التنوي سل بما سل سموق سل الاقتراحات سوشن أدا 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 اسم يعني أدين جم أديد شعبة فنون إلى سيس أدين جم أدي بي بكالوريا فنون أدي زوا الجامعة أدي تخصص أيضا يمارو منا والجامعات يعني في أقسام الأدب لنظما يعني شعبة فنون أني يعني نادي يكون غس من الجامعة نغ مدارس وطنية لنسنغ معاهد وطنية الجهوية لغنا مثلا في بدنا غنا في بسكا غنا العاصمة داني لسماس المعهد الوطني للفنون نغلي مهن السمع البصري إلى برج كيفان يعني يغلب المعاهد ما نتشين تكوينات لوسيخ صديات في المجالو غنا غولاد تربصات يمدا تجد تربصات في المجال المهم تكون غير شهادة معترف بها ولاد المدارس الخاصة مدارس خاصة يعني المعترف بها من طرف دولة تجن تكوينات ديس ملاحظة جيت في الموقع لا تقبل شهادات التوصية وشهادات الشكر وشهادات الشرفية التي تمنحها الجمعيات يقل الوقت يتقبل يمانو مع القانون في الأساسي الفنان رنينة الامتيازات ولكن بالمقابل ديس معايير ديس معايير ونقير مشددة ولكن ديس معايير بدقة لمارو الشهادات الشرفية يتشن الجمعيات نغ شهادة شكر لا تؤخذ بعين الاعتبار الشهادات لا تؤخذ بعين الاعتبار لأننا تجي غير شهادة جامعية أنه من طرف يقل معهد معهد في المجال أنه تجد يقل تربص يعني شهادة توصية تجنة الجمعيات لا تؤخذ بعين الاعتبار فتسن غنق تجربة المهنية يعني واسي إلى في المجال إلى في المجال تقسم إلى يعني الأصناف في مجال الأدب الشعبي والكتابة المسرحية والإبداع الموسيقي يعني وسيلة المجال أهم شيء لازم يكون غص بطاقة الانخراط في لندن ديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجوهر يعني قبل ما تعود إلى أن يكون غير يعني بطاقة فنان لازم يكون غير تنخرط نغى تحميل المؤلف ونيدا وحدي يشتي واسي في الله في مجال الملكية الفكرية أريد بطاقة أدي انخرط في المعهد الوطني ديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجوهرة وللي داني فقط في العاصمة لما هو لغاس فروع في ورقلة قسنطينة وهرن لما هو تقريبا أننا نترك كل شيء إلا الموقع الإلكتروني وني خاصة الأدباء دا
الشعراء وسيتجا كتاب ولا الكتابات المسرحيه الابداع الموسيقي يعني غير تشرا ازيد اتسجل ديني ات هذه يكون غير تشل المؤلف اتسجل الدفع غير مقابل يعني مبلغ رمزي اشوش بطاقه انخراط للديوان بالنسبه للمؤلف الادبي وسيله في مجال الادب نشر عملين على الاقل في الانواع الاتيه شعر روايه قصه مقالات في كتب السيره الادبيه والفنيه او كتب السيره التاريخيه يعني وسيله في المجال الادبي غادي يكون غاتش على الاقل عملين وتنجمت العملين تسجل في التاليف المسرحي غادي يكون غاتش على الاقل مسرحيتين في مخرج مسرحي او سينموغرافي غادي يكون غاتش على الاقل 3 عروض ممثل مسرحي تكون غاس على الاقل 5 مشاركات في الادوار الاولى والثانويه واللي جاي حتى تمثل القانون الاساسي للفنان ممثل سينمائي غادي يكون غاس يعني غادي يجمع على الاقل ساعه واحده يعني 60 دقيقه من التمثيل في 5 سنوات على الاقل يعني غادي يكون غاس خاطر نسن الادوار الا وسيت جات تجد دور ربع ساعة نادي الدور 10 دقائقنا يعني قاعد نتج مع يكون غاس على الأقل ساعة 60 دقيقة مخرج سينمائي يكون غاس خاطر مخرج سينمائي يعني هذا يكون غاس على الأقل فيلم خيالي طويل يعني تزعلوك نغ فيلم وثائقي طويل نادي يكون غاس فيلم قصير نادي يكون غاس 3 أفلام قصيرة بشرط تكون يعني سعجمنتيا الإذاعات نغ التلفزيون بالنسبه للنوع ديال الفنون التشكيليه سيول دغيف سنتوراي ومحمد فنون تشكيليه غادي يكون غير عقود في معارض يعني تشاركت في معارض فنيه وجماعيه يعني على المستوى المحلي يعني على المستوى الوطني بالنسبه للفنون التشكيليه واش يعني غير رسومات يشارك سيسنت في معارض على المستوى المحلي يعني على المستوى الوطني غادي يكون غير عقود شهادات مشاركه استوش سي يعني المحافظه المعرضني اش بالنسبه للشراودين داين جوائز وطنيه وعالميه الا واسي يتبي جوائز وطنيه يعني تشارك في مسابقات وطنيه او في مسابقات عالميه ابا تبي يعني جوائز مرتبه اولى او مرتبه ثانيه او مرتبه ثالثه يبها غادي يطلب يعني يكت شهاده تثبت باللي يعني يربح توني تساعد في الملف يعني باش هادي بي يعني بطاقه فنان خاصه الجوائز العالميه شرام جارو داين عقود العمل يعني انينا الى واسي ربما غاس دي كونفنسيون يعني غاس عقود عمل مع يعني مؤسسات غاس عقود عمل مع شركات سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص مثلا غاس كتب غاس فيديوهات غاس صور لازم ادياوي ان العقودني الا ادي تبت يعني السيس اخدمو اللي تجمع المؤسسني شهاده المشاركه الفعليه انا في الاذاعه انا في التلفزيون غادي نجم يعني اي فنان شاعر كاتب الاخري غير مرور غير حصه في الاذاعه انا التلفزيون نقول الصحف في جو مقالات نتجيت غادي مع حوارات يعني توني قاعد نجم غادي دعم سيس الملفز الشراء مجالو جينيك الملاحظ خاص سكاسو يعني معنا مع القانون الفنان غادي نجم في اي لحظه بالاضافه الى الملف يمكن للمجلس المجلس الوطني للفنون والادب ان يطلب جلسه حوار مع المعني يعني اجل معاس ايضا جلسه حوار اونترتيان سوشن بسيل الاسئله ديك من يعني الخبره في المجال يعني باش ادرك من هل يعني يستاهل البطاقه الفنان او لا خاطر الشهاميه ربما نقر شدن رني بسيل النشوط لانه المزايا بطاقه الفنان رنينت مع القانون الاساسي للفنان يمارو ديس حمايه اجتماعيه ديس حمايه مهنيه تزعلوك ديس تعويضات تزعلك الفنانين اجار واني تغسي قبل وسي وجيد الخدام يعني نجمانيني يخلص يقلوا خدام قار خلص الفن ديقنا يعني ديك اللي هوايتي يتكمل تم دور يعني دي استفاد صور بطاقة واحد سنة نجم يوم محمد سومني يعني طلبنا شهادة العمل عمل أبدا غس حماية اجتماعية يكون شان بلا أدي بي مزايا فو خدم إلا إتجاه أبدا هو يعني أدي نجم يعني أبدا لاش غس يقول خدام أدرك من يعني في الضمان الاجتماعي أبدا ولي أفيلي يعني أبدا ولي سجل في الضمان الاجتماعي أبدا لاش غس حماية اجتماعية نجم مع القانون الفناني مارو أجدد أسجن حماية اجتماعية يعني السيس يعني أدين جيم بيزوا إلى
التقاعد يكون غلس يعني استفاد استقعد توني ربما وتوغ قبل تسد مع القانون الجديد. بالمناسبة يا محمد ربما نجيك الإشارة الدخل بالنسبة للامتيازات نرقب وزير الثقافة والفنون اللي ثلاثة يعجبني يعني أوري إلا ديس المقر الجديد لجنة عين البنية في العاصمة للحماية للتكافل الصحي والاجتماعي للفنان. نستنى بعض الفنانين ربما يزعلك ربما يعني يصد ظرف صحي قاهر لما الدولة تجس مقر يعني ينتنين باش تكفن سيس اجتماعي تكفن سيس صحي. نستنى يعني دائما نعزم موقع التواصل الاجتماعي يغلب الفنانين التفت ربما يشو يغلب المجتمع يفو يشو يعني الفن داني يعني تمرتنا زير ربما أزدياس ظرف صحي يعني إن قاهرة تبديس نداءات في موقع التواصل الاجتماعي التكفل تكفل ولا الدولة من تكفل ربما تونت من خارج يمروا يعني لأول مرة في الجزائر أسلوين تقودا يعني معنا مع وزارة الثقافة عن طريق وزارة الثقافة والفنون لنجن يقل المقر يعني قرب إن شاء الله هادشنا داني عين البنيان في العاصمة يعني يضمن التكفل الاجتماعي الصحي سي الفنان بشرط أننا تونس المزايا أيضا بطاقة الفنان لازم تكون غاس يعني بطاقة فنان باش غادي نجم غادي يستفاد يعني الخدمات الصحية الخدمات الصحية والاجتماعية المقال الهيئة تجديد ربا شاف لاني أنا المقاول الذاتي اللي أنت الفدة أو المقاول الذاتي اللي أن وزارة مؤسسات الناشئة أو اقتصاد المعرفة اللي أن يعني تسلفدة والمقاول الذاتي باش اللي توش تسهيلاتي وسي خدم أجحد اللي دي نجمة دي المقاول تيمانس يعني الفنان دي نجمة دي استفاد سو الامتياز نغلش غاسكت 10 مايو محمد 10 ايام نرقب توديس اتفاقيه يعني جار وزاره الثقافه والفنون وزاره المؤسسات الناشئه اقتصاد المعرفه يعني باش يعني اشجع عندنا يمكن اسمع اشجع الشباب ادوني الى المقاولات الثقافيه نغل الاجتماعيه يعني وسيله في المجال الإبداعي الفني الثقافي الأدبي أدي جم أيضا يعني أديات في إلى مجال المقاولاتية نسمى لوزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة مؤخرا تجو يعني المقاول يعني بطاقة المقاول الذاتي إلى يعني أي حد يعني يود في مجال المقاولاتية للمؤسسات الناشئة يعني غسيغ المزايا إعفاءات ضريبية إعفاءات جبائية ضمان الاجتماعي يتغير في يعني مجالات معينة غسل علاقة بالاقتصاد فقط إمارة أولاد المجال الثقافي وسي غير مشروع فني ومشروع ثقافي ومشروع ادبي خاصه ابتدى يكون غاس يعني فوائد غادي يكون غاس عوائد على الاقتصاد الوطني لنسن بلي ولاد المشاريع الثقافيه الفنيه خاصه الا تسوقت الجزائر غادي نجم يكون غاس عوائد عن طريق الاشهار عن طريق التسويق الا يعني لن نرنين يعني التخصص ونغ المجال الثقافي والفني غادي نجم ايضا غادي استفاد بطاقه المقاول الذاتي الا ديس امتيازات لنديس تسهيلات لنديس اعفاءات ضريبيه واعفاءات يعني الجبائيه نسن ولاد الفنانين المسرحيين المخرجين يعني نسن باللي سحقا الات سحقا الماتريال تو انت تصل الخارج ديس ولا اعفاءات جمركيه ايوا محمد غادي نجم يعني وسيله مهتم سلسل المجال داخل ديس موقع وزاره مؤسسات ناشئه الوكاله الوطنيه للمقاول الذاتي اديات في ديس ادير قلب شروط وسيله في المجال الثقافي نغ الفني نغ المسرحي نغ اي اختصاص من اختصاصات الثقافه والفنون الا ادي استفاد بطاقته بطاقه المقاول الذاتي بشرط ادي يكون غير مشروع غير عوائد اقتصاديه يتمرتنا الا ادي استفاد التمويل الا استفاد الضمان الاجتماعي الحمايه الاجتماعيه متابعه تنفيذ المشروع 5 سنوات على الاقل صح ربا شاف دي وحسين شي تنمر تمقران تفاون تتفاون فوني ران فوني نارين لتسودانا فونا زورنا في الفنانة الجزائري سلمان النواس أغنى ونونا زورنا اليوم الوطني للفنانة شي تنمر تمقران تفاون تتفاون توشيد إن شاء الله دنير قاعي وسيلة يتكلم بالله دي هي كل إيماس ممكن أشنجا ولا مجاري وحسين ربا شاف دي ومحمد دايما قضاء يعني ديك تكردانا ديك رسالة ننسم بلي وضمصاب يعني غنى ما شاء الله مبدعين شباب أدباء شعراء اللي غنى في مجال المسرح يعني ديك الفرص يمروا يعني الدولة يعني لا تقلص دي المجالون لأن قانون
الفنان عندك يعني بطاقة الفنان يبها يعني أيضا الدين يعني أتستفاد نس المزايا ولا تشو الدولة أتنش باش يعني أتشجع باش يعني تكمل أخدم مثلا السن يغلب يعني الغنم مبدعين يعني في مختلف المجالات ربما تفد العائق زعلو قد العائق المادية شيني شو تنجم ديما نغ يعني لفتره طويله بدي خدمة باطل خاصه وسيله للاشخاص يعني قبل ما تدخل بلا ادي نجم يعني وسيله مهتمس للمجال واتج يعني المصدر من القصص ادي تخصص ديس يعني عن طريق الامتيازات مال ولا تشو دولت بطاقه الفنان تنجم استوش سيس ضمان اجتماعي بطاقه المقاول الذاتي ادي نجم يعني ادي بي سي تمويل باش يعني ادي شو ادي جور المشروع السهامي خاطر يعني يغبغ يغلب الحالات تفد الله يبارك مبدع يعني مجال الادبيين المسرحيين في مجال الانشاد مثلا ولكن يعني الاعتبارات خاصه تبدا اعتبارات ماديه شنو اللي يجلس عوائد ماديه وتنجم غتكمل غادي زوا الى مجال اخر في حين غادي نجم غادي يبدا المجالني اني يعني يعني مع الاماره اني التسهيلات الاشارات تسجد دول الاستماره غادي نجم ان شاء الله سيس ان نقضى في المشكل ربا شحفت تنمر تيوا حسين ربا شحفت ان شاء الله فون تبرت فوني ولن فون تتفون فون الوصايا فون صاحتي وشيد يونا زورة زيري الفنانين نغماني لاني لاد نجمن إلا ان شاء الله هدي عاد أخدم صندق وخدم مربح مثمر ديال تطفي التمقران تجار ونستفاد نس الحقوق نحد وضعا خطر ديك الميتي ديك الوخدام دام بارش داين وخدام الحرفي الفني شي تنمر تمقران تيوا حسين ما لقيتش ان شاء الله وسان غدا سنبت تيغسوش امقران اتوتن غير برشا ني عزيز الولد غلداني مرنا تقيمت مرحبا تنمر تم قرانتي وسي يتوغ إدنا رباوني جايت ما يسمى التزارية ما سندق جايت تنفويت أما سندق قاس رباوني سنمر رباوني صوت زور أمان رباوني جدي ما يشاوم في ديما تنمر تم قريت تم سوفقت وتمتنغ جوهري وتنغ سيد علي دي سكريب تربعة تكنيك نو ستوديو فيتسن سلخير نملاقا دوم سلخير أنم فراق لأغني جرو إدوم الخير سبي غدا سن تنمرت.